بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بكم مرة تانية. في البداية اريد اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات لو اول مرة تشوف فيديو على القناة دي، وكمان لو حابب تكون جزء معانا او جزء في المسابقة اللي هتتعمل معانا في نهاية الترم ان شاء الله بعد ما تخلص امتحانات. النهاردة هنخلص الجزء الاخير من يونت 4. نعرف ان احنا متأخرين زي ما قلت اكتر من مرة، بس انا بحاول على قد ما اقدر ان الدنيا تمشي معانا. الفيديو ده انا بصوره يوم الجمعة اللي هو النهاردة بعد العصر، فعشان كده انا هحاول اخلصه بسرعة بحيث انه يلحق ينزل النهاردة. هنبدأ في الأول حاجة اللي هي الأدفانسد والأوبن جنرال اكسرسايز، التمارين العامة أو المتقدمة على يونت 4. التدريبات دي هي بتبقى تشوز بس بيبقى فيها حاجات مهمة قوي، بيبقى تقريبا دي أصعب جزء من الأسئلة على كل يونت. نبدأ مع بعض في أول سؤال. Building the new capital in Egypt took a great amount of time and effort. بناء المدينة اللي هي العاصمة الجديدة في مصر أخذ نقط من الوقت والمجهود. أخذ part of time and effort، جزء من الوقت والمجهود، ولا quality اللي هو الجودة، جودة من الوقت والمجهود، ولا quantity كمية من الوقت، ولا deal قدر كبير من الوقت والمجهود، فياخد رقم دي. deal of معناها قدر كبير من. رقم 2، our team has won 6 basketball not in the local championships. الفريق المحلي بتاعنا، فريق كرة السلة بتاعتنا، كسب حوالي 6 نقط في المنافسات أو اللي هي البطولات المحلية. كسب 6 تايتلز. كلمة تايتل احنا عارفين ان معناها عنوان، هي ليها معنى تاني. كلمة تايتل معناها عنوان او لقب، لقب اللي هو بطولة. فكلمة تايتل يا اما عنوان كتاب او عنوان مثلا مقال في مجلة، يا اما تكون معناها التاني لقب. عندي كلمة نيمز اسماء، ولا هيدنجز اللي هي العناوين الرئيسية، ولا تورز اللي هي الرحلات السياحية، هاخد رقم ايه. فريقنا، فريق كرة السلة بتاعتنا، كسب 6 ألقاب في البطولات المحلية. ده معناها كلمة تايتل هنا بترجمها على إنها لقب مش عنوان. 3، my wife wasn't well enough to not visitors so we cancelled the party. احنا كنسلنا الحفلة أو لغينا الحفلة عشان زوجتي ما كانتش كويسة كفاية لدرجة إن هي نقعد زوار، ما كانتش كويسة لدرجة إنها to receive تستقبل زوار، ولا deliver توصلهم، ولا invite تدعوهم، ولا enlist معناها يتطوع أو يتجند في حاجة، هاخد رقم ايه. هي كانت تعبانة او ما كانتش كويسة كفاية لدرجة ان هي تستقبل زوار. كلمة deliver معناها يوصل، و invite معناها يدعو زي ما قلت. فانا ان انا ادعو الزوار او اوصلهم دي حاجة اي حد ممكن يعملها، ممكن زوج مثلا يعملها، انما في البيت لازم هي تستقبلهم، فهي ما كانتش كويسة كفاية لدرجة ان هي تستقبل زوار. 4، opening remarks are important since they set the note for the rest of the job. فتح الريماركس، ريماركس معناها التعليقات، دي حاجة مهمة عشان هي بتنقط لباقي الشغل. since they said the music الموسيقى، ولا التون نبرة الصوت، ولا assign، ولا الريبورت، فياخد رقم بي التون. التون هنا معناها نبرة الصوت أو إيقاع، فالكومنتات والحاجات دي الكلام بيظبط الإيقاع. set the tone، التون هنا معناها إيقاع مش نبرة صوت. 5، my cousin سامح has a knot for making friends easily. سامح عنده حاجة نقط بتخليه ان هو يكون صداقات بسهولة. has a prize جائزة، ولا present هدية، ولا gift هبة او نعمة، ولا reward مكافأة. هقول هنا ان سامح ده عنده هبة، ربنا واهب له او مديله نعمة كده ان هو بيعرف يكون صداقات، دي اسمها gift، هبة او منحة من عند ربنا. 6، the story of the murderer was important enough to make the نقط. قصة الشخص القاتل كانت مهمة كفاية لدرجة انها تكون نقط. to make the scenery اللي هو المنظر الطبيعي، ولا divisions اسمه، ولا addresses عناوين، ولا headlines ان هي تكون العنوان الرئيسي، فياخد رقم دي. قصة الشخص القاتل كانت كويسة كفاية لدرجة ان هي تكون العنوان الرئيسي في المجلة. 7، the architect drew the new shopping center in نقط. المهندس المعماري رسم مركز التسوق الجديد في النقط او في نقط. in section في قطاعات او اللي هو اقسام، ولا selection معناها تحديد، ولا progress تقدم، ولا capital عاصمة او رأس مال، فياخد رقم ايه. in section قطاعات، in section اللي هو قطاعات. لما تخشوا انتوا لو حد منكم دخل هندسة ان شاء الله معظمكم يخشوها، في عندكم حاجة في الرسم اللي اسمها section اللي هو القطاع، اللي هو مثلا بلاش اشرح لكم معناها ايه، لو دخلت الكلية ان شاء الله هتشوفوها. رقم 8، the runner won a gold medal and broke the Olympic knot by 44 records.
العداء اللي هو الشخص او الرياضي اللي بيمارس رياضة الجري كسب الميدالية الذهبية وكسر حاجة معينة في الأولمبيات. لما حد رياضي بيكسر حاجة أو حد بيكسر حاجة عموما بنقول إن هو بريك أو بروك ذا أولمبيك ريكورد. يعني إيه بروك ذا أولمبيك ريكورد؟ معناها كسر الرقم القياسي، حطم الرقم القياسي في الجري، حطم الرقم القياسي. ريكورد هنا معناها رقم قياسي، بروك ذا أولمبيك ريكورد معناها كسر أو حطم الرقم القياسي. 9 هيجون ذا إيجيبشن كانسر نوت to be able to help other people. هو انضم للمجتمع المصري بتاع السرطان عشان يكون قادر على انه يساعد الناس الاخرين. cancer community مجتمع، ولا society مجتمع كبير دولة او البلد، ولا district حي، ولا area منطقة. هياخد رقم ايه؟ community. community معناها مجتمع صغير، والمجتمع الصغير ده ممكن يكون مثلا عبارة عن مؤسسة او نشاط. نشاط مثلا مجموعة من الطلبة بيعملوا نشاط مع بعض، ممكن نقول عليهم كوميونيتي، مجتمع لوحديهم، إن هما لهم حاجات يعني حاجات مشتركة مع بعض، أنشطة مشتركة بينهم وبين بعض. 10 The advertisements are intended to improve the commerce not. الغرض من الإعلانات إن هي تحسن حاجة معينة موجودة في الشركة. To improve the company's photo ولا location موقعها ولا site ولا image. فياخد الرقم دي. الغرض من الإعلانات إن هي تحسن صورة الشركة. يعني إيه تحسن صورة الشركة؟ دلوقتي احنا بالعربي انا مثلا حصل لي موقف مش كويس فبقول انا شكلي كان وحش، او مثلا انا عايز احسن صورتي قدام فلان، معناها ان انا عايز فلان ده يشوفني بشكل احسن، يشوف ان انا كويس. فده برضه نفس المعنى هنا، الشركه بتحاول تخلي الناس تشوفها انها حاجه كويسه او ان الشركه دي كويسه من خلال الاعلانات. improve the company's image معناها انها تحسن صورتها، تحسن او تعلي من مكانتها قدام الناس. ده معنى الجمله. 11 her basket was filled not groceries. السلة بتاعتها كانت مليانة بالبقالة. groceries معناها البقالة. was filled in ولا by ولا for ولا with. محتاج حرف جر مع fill. كلمة fill معناها يملأ، فهي هنا مبنية مجهول، فبتقول was filled مملوءة ب. was filled with كانت مليئة ب. قلنا مبنية المجهول وكلمة fill أو فعل fill اللي هو يملأ بياخد حرف الجر. 12 don't just sit there in silence. ما تقعدش بس هناك وانت ساكت ما تعملش حاجه. not something ما تقعدش ساكت كده، قول حاجه. عندي say something قول شيئا، ولا speak تحدث شيئا، ولا talk تكلم شيئا، ولا tell اخبر شيئا. اكيد بالعربي المعاني ما ظبطتش غير في اول واحده. say something، say something قول شيئا. speak يتحدث، speak to someone، speak to me تحدث الي. كلمة talk برضه تكلم، talk to me هي برضه. tell معناها يخبر، بيجي بعدها مفعول، مثلا tell the truth يخبر الحقيقة، أو tell me يخبرني. فالمناسبة هنا هي كلمة say، say something قول شيئا. 13 جيهان not on taking a taxi to the airport. جيهان not إن إحنا ناخد تاكسي أو إن هي تاخد تاكسي لحد المطار. عندي warned on حذرت، ولا suggested اقترحت، ولا insisted أصرت، ولا advised نصحت. المعاني كلها تنفع، بس اللي بيفرق معايا هنا هو حرف الجر. حرف الجر هو on. مين في دول بياخد حرف الجر on؟ warn بتاخد حرف الجر from أو to. warn me to أو not to. عند suggest برضه بتاخد حرف الجر to. advised برضه بتاخد حرف الجر to. اللي بياخد حرف الجر on هو رقم C، كلمة insist. فعل insist معناها يصر على، وبياخد حرف الجر on. insist on بعد كده فعل by ing، insist on taking. 11 أو 14 dentist not me to brush my teeth twice a day. طبيب الأسنان not أنا إن أنا أغسل أسناني مرتين في اليوم. طبيب الأسنان permitted سمح لي، ولا advised نصحني، ولا suggested اقترح، ولا complained اشتكى. أنا عايز فعل بيجي بعد مفعول، اللي بيجي بعد مفعول هو رقم B advised me. فعل advised بيجي بعد مفعول advised me to. advised me to نصحني ان انا اغسل اسناني مرتين في اليوم. 15 do they sell not clothes here. هل هم بيبيعوا نوع معين من الملابس هنا؟ عندي الاختيارات كلها كلمه children، بس اللي بيفرق هو اخر حرفين، يا اما تاخد s ابوستروف، يا اما s بس، يا اما s ابوستروف s، يا اما ابوستروف s. كلمه children هي اصلا جامعه. عندي كلمه a child معناها طفل، جمعها children، فكلمه children لوحديها ما ينفعش تاخد s ان هي اصلا جامعة. فدي غلط في الانجليزي عموما، دي غلط، ودي كمان غلط. كلمه children ما بحطلهاش اس في الاخر. طيب اس ابوستروف وابوستروف اس، لما باجي اتكلم عن الملكيه هنا
انا بتكلم على ملكيه، children's clothes ملابس الاطفال، ملابس اطفال هنا ملكيه. في الملكيه بستخدم ابوستروف اس، في الملكيه بستخدم ابوستروف اس فاخد الرقم دي، children's clothes ملابس اطفال فاخد الرقم دي. 16 Brian said he not ill the previous week. Brian قال ان هو كان مريض الاسبوع اللي فات. كلمة the previous week الكلام المباشر وغير مباشر يبقى اصلها last، دي اصلها last وبتتحول. طيب برضو استفدت ايه last week؟ المفروض ان احنا عشان نحل جملة دي بنرجعها لاصلها. فاصل الجملة ان هو قال I was ill last week، ده اصل الجملة I was ill last week. اصل الجملة كان ماضي بسيط، اصل الجملة كان ماضي بسيط. عرفت ازاي ان هو كان ماضي بسيط؟ من كلمة last. previous اصلها بيبقى last، previous الكلام اللي هو غير مباشر ده برجعها بتبقى last، فlast من الكلمات الدالة على الماضي البسيط. فانا عرفت كده ان الجملة الاصلية كانت ماضي بسيط، وانا في الجمل المباشرة وغير المباشرة باخد الماضي البسيط بحوله لماضي تام، والمباشر وغير المباشر باخد الماضي البسيط بحوله لماضي تام. هيك الجملة بتاعتي دي هتكون ماضي تام، الماضي التام هنا هو الاختيار رقم بي. هات سين، هقولها مرة تانية، دي جملة مباشر وغير مباشر. لما بشوف كلمة previous في الكلمات أو في الجمل المباشرة وغير المباشرة بعرف إن أصلها last، وإن كلمة last دي بتعبر لي عن ماضي بسيط، في المباشر وغير المباشر باخد الماضي البسيط بحوله لماضي تام، يبقى أنا كده محتاج ماضي تام اللي هو رقم بي. 17 we donated some money to the charity or to a charity that helps not homeless. احنا اتبرعنا ببعض المال لجمعية خيرية، الجمعية الخيرية دي بتساعد المشردين. homeless معناها مشردين، homeless دي صفة بمعنى مشرد، الصفة عشان احولها لاسم بحط لها ذا فبقول the homeless المشردين. homeless لوحدها صفة بمعنى مشرد، the homeless هنا معناها او بتتحول لاسم بمعنى المشردين، بتتحول لفئة من الناس المشردين. 18 even though he objects to violence he was made not in the army، بالرغم من ان هو بيعترض على العنف تم اجباره على ان هو يخدم في الجيش. he was made، كلمة make فعل make اللي هو يجعل او يخلي، لما بتيجي في المبني المجهول بجيب بعدها حرف جر to. he was made to، تم اجباره على، he was made to، بالرغم من ان هو بيكره العنف او بيعترض على العنف الا ان هو تم اجباره ان هو يخدم في الجيش. 19 the building was designed not a Spanish architect، المبنى تم تصميمه بواسطة مهندس معماري اسباني. was designed by، تم تصميمه بواسطة، جملة مبنية المجهول was designed by. اخر جملة في التمرين دي you not collect me from the bus stop I can't take a taxi home، انت مش محتاج تقوليني او انك تيجي تاخدني من محطة الاتوبيس، انا ممكن اخد تاكسي لحد البيت. you don't have، محتاج حرف الجر تو، don't have to لست مضطرا الى، محتاج حرف الجر تو، مش حرف الجر تو هنا فدي مش هاخدها. عندي you needn't مش محتاج مش مضطر برضو ما بتاخدش حرف الجر فدي تنفع. بعد كده عندي mustn't لا يجب ان، تحريم محرم عليك انك تيجي تاخدني من محطة الاتوبيس برضو ما تنفعش التحريم هنا. you couldn't مستحيل تيجي تاخدني فبرضو مش هاخدها هنا ما تنفعش، هاخد رقم بي. انا هنا عندي اختيار، انا اقول لك انت مش محتاج تيجي تاخدني من المحطة عشان انا ممكن اخد تاكسي، انا اقدر اخد تاكسي لحد البيت، فانت مش محتاج تيجي تاخدني من محطة الاتوبيس. فهنا الموضوع خفيف، الموضوع فيه حرية اختيار، فما ينفعش اخد حاجات زي ماست او ماسنت وكودنت، لانهم بيعبروا عن تحريم او خلاص الحاجة ممنوعة يعني ممنوعة ما ينفعش تحصل. انما هنا الموضوع خفيف فممكن تيجي تقوليني بس انت مش محتاج تعمل كده، ممكن تيجي توصلني بس مش محتاج تعمل كده لان انا ممكن اخد تاكسي. كده ال 20 جملة بتاعتنا خلصت. هنشوف دلوقتي اللي هي تمارين الكوميونيتيف، تمارين تراكمية على اليونت، يونت 4 ده بيبقى المفروض انه امتحان عادي 16 سؤال تشوز بعد كده قطع بعد كده ترجمة. هنشوف اللي تشوز. اول سؤال the word indifference is antonym to the word not، كلمة indifference معناها لا مبالاة، indifference معناها لا مبالاة. يعني ايه لا مبالاة اصلا بالعربي؟ يعني مش مهتم بحاجة، مطنش. ممكن يكون عكسها كلمة من دول، indifference معناها لا مبالاة، عكسها trick خدعة، ولا negligence اللي هو برضو الإهمال، negligence إهمال، ولا interest اهتمام، ولا disrespect اللي احترام فياخد رقم C interest. indifference قلنا معناها لا مبالاة اللي هو مش مهتم بأي حاجة مطنش، interest معناها مهتم.
فالاثنين عكس بعض. اثنين children must be taught the not rules of hygiene and sanitation أو sanitation at school. الأطفال يجب إن هم يعلموا not أو نوع معين من القواعد بتاعت النظافة الشخصية اللي هي hygiene والنظافة العامة اللي هي sanitation في المدرسة. هم هيتعلموا الفيكشنال القواعد الخيالية ولا الاكسترا رولز القواعد الإضافية ولا additional إضافية برضو additional بتساوي extra ولا basic القواعد الأساسية. فأنا كمان ممكن أخد extra أو additional لو هي لوحدها، إنما هنا الاتنين موجودين فالاتنين بيساووا بعض فهيلغوا بعض، لا ياخد لا extra ولا additional. مفيش حاجة اسمها قواعد خيالية، أنا باخد القواعد الأساسية. الأطفال المفروض يتعلموا القواعد الأساسية بتاعة النظافة سواء كانت نظافة شخصية أو نظافة عامة. ثلاثة the teacher not angrily at the lazy student who said that he didn't bring his book to school. المدرس نقط بغضب في وش الطالب الكسول اللي قال اللي هو نسي يجيب الكتاب بتاعه للمدرسة. The teacher smiled angrily اللي هو تبسم بغضب ولا يوردت كفؤه بغضب ولا فرونت اللي هو عبس في وشه بمعنى كشر في وشه ولا introduced قدم كلمة introduced معناها يقدم فياخد رقم C. فرونت كلمة مهمة معناها اللي هو يكشر في وش حد بالبلدي كده، بالعربي لو هترجمها هتقول اللي هو عبس أو تجهم عبسة عبسة في وجه اللي هو كشر في وشه. أربعة the intense social note about women's role in rural communities shall never end. intense اللي معناها مكثف، كلمة intense معناها مكثف social اللي هو الاجتماعي. فبقولك هنا إن في حاجة معينة مكثفة قوي بخصوص دور المرأة في المجتمعات القروية وإن الحاجة دي مش تخلص أبدا. فعندي intense social debate نقاش أو مناظرة أو خلاف ولا agreement اتفاق ولا search بحث ولا meeting اجتماع فياخد رقم إيه. في مناظرات أو نقاش أو خلاف على دور المرأة في المجتمعات القروية، يعني بمعنى صح المرأة اللي هو موجودة في الأرياف، ده اللي يقصد بيه في الجملة أو ده المقصود بمعنى الجملة. خمسة you must be careful when you write any note of Layla's أو on Layla's speech she is very sensitive. يجب انك تكون حريص وانت بتكتب اي حاجة على صفحة ليلى عشان هي حساسة قوي. any content تكتب اي محتوى ولا winning pose ولا symbol اي رمز ولا comment اللي هو تعليق هياخد رقم دي. لازم تكون حريص وانت تكتب اي تعليق على صفحة ليلى عشان هي حساسة. ستة our neighbor is a kind man and he has a lot to make people happy. جرنا ده شخص طيب رجل طيب وعنده نقط ان هو يسعد الناس ان هو يخلي الناس سعداء. has a prize جائزة ولا gift هبة او نعمة ولا present هدية ولا reward مكافأة. حلينا جملة زيها من شوية كانت نفس الاختيارات ونفس معنى الجملة وناخد رقم بيه برضو. gift عنده هبة او منحة من ربنا بتخليه يقدر يخلي الناس سعداء. سبعة we lost the game yesterday but we not have won we were the better team. احنا خسرنا المباراة امبارح لكن احنا نقعد نكسب عشان احنا كنا الفريق الاحسن، كنا احنا نلعب احسن، كنا الفريق الاحسن فكان المفروض نكسب. we should have won كنا احنا الفريق الاحسن عشان كده كان المفروض نكسب. we should have won كان يجب ان. 8 we looked for كمال everywhere احنا دورنا على كمال في كل مكان but we not him لكن احنا نقعد هو دورنا عليه في كل مكان لكن محدش ليه but we couldn't find him لكن لم نستطع أن نجده. دورنا على كمال في كل مكان but we couldn't لكن لم نستطع أن نجده. 9 as soon as I walked into the room I knocked gas بمجرد ما أنا دخلت الغرفة I knocked الغاز أنا knocked الغاز. I could have smelt ولا must have smelt ولا can't have smelt مستحيل كنت شميت ولا could smell فأخذ رقم. دخلت الغرفة كنت قادر ان انا اشم الغاز. 10 many people are demanding that something not about the problem الكثير من الناس بيطلبوا ان المفروض في حاجة تتعمل بخصوص المشكلة. something should be done يجب ان يفعل يجب ان يفعل جملة مبنية مجهول something should be done حد المفروض يعمل حاجة في حاجة المفروض تتعمل الحاجة هتتعمل حد هيعملها. الجملة هنا مبنية المجهول that something should be done يجب أن يفعل. 11 Reham not have got my message otherwise she would have replied وإلا كانت ردت وإلا كانت ردت يبقى هي ما شافتهاش هي ما شافتهاش وإلا كانت ردت. ده معنى الجملة هي أكيد ما شافتش الرسالة
والا لو شافتها كانت هترد، يبقى هي ما شافتهاش. بقول ريهام couldn't have got، اكيد ما استلمتش الرساله بتاعتي، مستحيل تكون استلمت الرساله بتاعتي، والا كانت هترد. ده معنى الجمله. 12 It rained every day during their holiday، كانت بتمطر طول اليوم خلال العطله بتاعتهم. So they not have had a very nice time، عشان كده هم not يكونوا قضوا وقت لطيف جدا، ولا كانت بتمطر طول اليوم، فاكيد هم مستحيل يكون قضوا وقت لطيف. كانت بتمطر طول اليوم فمستحيل يكون قضوا وقت لطيف. So they can't have had، مستحيل يكونوا قضوا وقت لطيف بسبب المطر. 13 We went the wrong way and got lost، احنا اخذنا الطريق الغلط وتهنا. We not have turned right not left، احنا not نحو اليمين بدل الشمال، احنا اخذنا الطريق الغلط وتهنا، فكان المفروض ناخد اليمين بدل الشمال. كان يجب ان، we should have turned، كان المفروض احنا نلف يمين مش شمال. 14 Why did you stay at a hotel when you were in Paris، ليه انت قعدت في اوتيل او في فندق لما كنت في باريس؟ You not have stayed with Tamer، انت كان ممكن تقعد مع تامر، ليه انت قعدت في اوتيل او في فندق كان ممكن تقعد مع تامر؟ هنا اقتراح او مثلا احتمال، في احتمال في الماضي، فاستخدم هنا could. You could have، could have stayed، كان يمكنك ان، كان يمكنك ان تبقى مع تامر. 15 We didn't know where Muhammad was but we not find him in the end، احنا ما كناش عارفين محمد فين لكن في النهاية قدرنا نلاقيه. احنا ما كناش عارفين محمد فين لكن، لكن معناها تناقض، اللي قبلها عكس اللي بعدها، لكن احنا لقيناه. اللي قبلها بيقولوا ان هو مش عارف مكانه فين، but بتدل على تناقض، يبقى اللي قبلها عكس اللي بعدها، هنا مش عارفين مكانه وهنا هيكونوا لقوه. We were able to، كنا قادرين على، لما بلاقي able to او managed to مثلا مع could بعتبر نفسي مش شايف كود خالص، واخد اما managed to او were able to، able to او managed to، لو لقيتها مع كود اعتبر ان كود مش موجودة، واخد اما managed to يا اما were able to، هنا هاخد were able to، كنا قادرين على. 16 You could have left your phone at work، this means not، من الممكن انك تكون سبت التليفون بتاعك في الشغل، ده معناه not. وهنا عايز يعرفك او عايز يختبرك، يعرف انت عارف يعني ايه could have ولا لا، عايز يعرف انت تعرف استخدامات could have ولا لا. could have بستخدمها للتعبير عن احتمال، could have بستخدمها للتعبير عن احتمال حدوث حاجة في الماضي، احتمال. فعندي it's impossible، مستحيل، طبعا مش هسيب، مش هقرا بقى الجملة، ما تهمنيش، انا يهمني اول جملة هنا او الكلمتين هنا. it's impossible معناها مستحيل، مش احتمال خالص، ولا it's necessary ده ضروري يعني اكيد مش احتمال برضو، ولا it's advisable منصوح بيه مش احتمال، ولا it's possible محتمل ممكن. هاخد رقم دي could have والتصريف التالت، دي بستخدمها للتعبير عن احتمال، could have والتصريف التالت بستخدمها للتعبير عن احتمال حدوث حاجة في الماضي، انت سبت او ممكن تكون سبت التليفون بتاعك في الشغل. دي كل الاسئلة بتاعت الاختيارات اللي عندنا. بعدين القطعة بتتكلم عن الازاز، الازاز ازاي بيعملوه. زي ما قلت لكم انا بصور دلوقتي بعد العصر، ففي المونتاج هياخد وقت، عبال ما ترفع برضه على القناة على اليوتيوب هياخد وقت، فأنا محتاج إن أنا أرفعه النهاردة. فبرضه هعمل زي ما كنت بعمل في الفيديوهات اللي فاتت، هنزل لكم الترجمة بتاعة القطعة وبتاعة التراجم اللي تحت. أتمنى ما يكونش عندكم مشكلة في الموضوع ده، هي المرة دي كانت استثناء، المفروض كنت أحل معاكم الترجمة والقطعة برضه، بس زي ما قلت لكم الوقت سرقني فمش هلحق، أو لو صورتهم أو لو حليتهم يعني هياخدوا مني وقت، واضطر إن أنا أجل الفيديو لحد يوم السبت عشان نلحق نخلص. هعمل زي المرات اللي فاتت، الترجمة قطعة هيتحل قدامكم دلوقتي، ولو عندكم فيه مشكلة اكتبوها في الكومنتات. لو استفدت ياريت تعمل شير للفيديو ده مع اصحابك او في اي جروب عشان نوصل اكبر عدد من الناس. متنساش تشترك في القناة لو اول مرة تشوف القناة دي. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وربنا يوفقكم.